السلام عليكم. في خبر هام وعاجل جدا، نشرت أغلب القنوات الجزائرية منذ قليل يحذر كل المواطنين في 9 ولايات جزائرية من رياح قوية وعاتية تستمر إلى غاية 11 ليلا من يوم غد الاثنين، وحذرت نشرية خاصة من هبوب رياح قوية وعاتية على أغلب الولايات الغربية للوطن بداية من صباح غد الاثنين وإلى غاية 11 ليلا. وأشارت ذات النشرية أن سرعة الرياح قد تصل أو تفوق خلال النشرية الخاصة إلى 90 كم/ساعة، وتتعلق الولايات المعنية بكل من سيدي بلعباس، سعيدة، تيارة، بني عباس، بشورة، وكذا ولاية عامة، البيض، تلمسان، الأغواط. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.